الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية الكريمة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير أو تأويل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بالذكرى السنوية الخامسة استشهاد الشهيد يوسف موالي وجميع الحقوقيين والجمعيات الحقوقية تثبت بأن هذا الشهيد مقتول والكلمات على جسمه بادئة. هذا من جهة المنظمات الحقوقية. أما بالنسبة إلى التحقيق بالنسبة إلى الجهات الرسمية فهو مات عن طريق الغرق، ولكن مثل ما ذكرت سابقا بأن جميع المنظمات الحقوقية تثبت بأنه قتل شهيدا ولا مناص عن ذلك. فنسأل الله له الرحمة والمغفرة ولشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم.